غنشرح لكم واحد الحاجه البنات حتى بالنسبه للناس اللي بغيت يديروا مشاريع ديال الملابس. اوكي ديجا فو كومبروندغ اون شوز، ما كنجيوش ونحلوا اون بوتيك ديال الحوايج، لانه البوتيك ديال الحوايج ما كتجيش وتحل غير هكاك. اون بوتيك ديال الحوايج كتجي كتحل من بعد ما كنديروا دراسات. اون بوتيك ديال الحوايج اوجوردي بزاف الناس كتصحابو سي البوتيك، عندك الفلوس مشي جبت الحوايج بغيت نبيعهم. لا ماجوريتي، انا ديغنييغمون جات عندي واحد صاحبتي قالت لي سكينه انا هكا سمعوني مزيان شنو بغيت نقول لكم، حس خون انا راه الدار بارده البنات. واش شوف انا بلوكي هادي اللي كتبت لي الحال سخون ديك المخده بلوكيها، ها هي المخده هي اللي ضراتكم وعطاكم السخانه، وانا بغيت لصحاباتي العقر هانا ندير مخده اخرى. يلا صافي يلا، ويلا عندكم العقل والله ما تكسبوه. وشوفوا دروك انا كنعاود لكم حاجه اللي بغات تنفعك في حياتك وانت كتشوفي المخده. دابا شنو نكمل ولا نمشي في حالي؟ واش نكمل ولا نمشي؟ وراه عندكم خريه في الراس. صافي دابا جوزة نكمل ولا نمشي؟ خليني اتشحن حب. نكمل اوكي نكمل. اجوردي ما نقدروش نقولوا انا غادي نجي وغادي نحل اون بوتيك. انا جابي اون كوبين، اون كوبين اللي جونتي لي سامبا لي تو سكو تو فو بون الظروف الظروف فرقتنا. واحد النهار تهزات التليفون قالت لي سكينه راه انا جو كونط اوفغي اون بوتيك. قلت لها الله يسخر. قلت لها اش من نوع نتاع لي بوتيك؟ قالت لي اختي بغات تصيفط لي حوايج من طاليان بغيت نكري محل وبغيت نبيع. لا اوكي لا اذا باسكو لي بوتيك كاتيجوري، كاينه لا بوتيك اللي حله شركه كيما غلامور اي لا دي فاكتور كان امبورتي الحوايج من برا، جي ان ترانزيتير جو باي الضرائب ديالي عندي لي بيرسونيل ديالي اون ريغل، يعني كندير لي شوز ديالي بطريقه قانونيه. وكاينين دي بوتيك اللي كيمشيو لدرب عمر وكيشريو الحوايج وكيحلو دي بوتيك ديالهم وكيبداو يبيعو، وكاينين دي بوتيك اللي في متخيلات ديالهم، حيت الناس كتقول لك لا بوتيك لي لي مثلا واش لا بوتيك بغات ديري كتشي كلشي الفلوس، راه اين بوتيك الحوايج كتختلف تماما على اين بوتيك الحوايج. راه كاينه اين بوتيك الحوايج اللي هازه مليون ديال السلعه، وكاينه اين بوتيك الحوايج اللي مثلا هازه 200 مليون ديال السلعه، كاينه اين بوتيك عاوتاني اللي مكريه ب 2000 درهم، وكاينه اين بوتيك اللي مكريه بثلاثات المليون اربعات المليون خمسات المليون ستات المليون. شوفوا انا كنهضر وحده كتقول لي بالكلامور بغينا نتعلموا كيفاش الراجل اللي عطانا الاموال الطائله. يا رب نكون كنحلم. كلامور تسونامي كيضرب Et comment tu fais pour l'éteindre? Alors, quand vous voulez que je vous dise, quand vous voulez que je vous dise, quand vous voulez que je vous dise,
وعلى الزلاله، وعلى النصيب، وعلى كيفاش تفتخي شي واحد، وعلى شي واحد شرى لي شي حاجه وريتها لكم قالت لكم السام. اقسم بيمين بالله هكا بدات تكون. يا سلام يا سلام يا سلام يا، وبدات تقول ها انتم شوفوا ياك 1700 اجي نوريك كيفاش تلاقي معاه والضربي ديال المفتخات ديال الغدايت. ها هو بين طلع ها فوف، الا بغيتي تفتخي مزيان شوفي الفتخه العالميه اللي تقدر ديرها للراجل هي اول شهرين، الا ما فتختيش في الشهرين الاولى بحال ما درتي والو، حيت باقي مدروس باقي كيكذب باقي بغى يعطيك الافلام باقي كيدير مسلسلات باقي ما كلاش الحلوه باقي بيعطي. بمجرد ما الراجل كي انتما مو طالعين، بمجرد الراجل ما كيفيق كيهز راسو كيتولي كتدخلي للمود ديال الكونطابيليتي المحاسبه، فاش كتحاسب معاك الراجل كيولي اش كيدير كيطرق علاش حنا كمارس ديالكم نتوما ديال البيزنس عنكم لا تعلمتوا البيزنس. نتوما اصلا ما يمكنش تعلموا البيزنس، نتوما البيزنس اللي بغيتوا تعلموه هو البيزنس اللي باغيين تعلموه هو البيزنس ديال كيفاش نفتخ واحد. دابا انا فاش غادي ندير ها انتوا 1800 دابا انا فاش غادي ندير لايف وغندوي لكم على الرجال غيعجبكم الحال وغادي تكونوا غاديين مزيانين. فاش غادي نبين نشد بيديكم ونوريكم ونقول لكم شوفي الا بغيتي تحلي بوتيك، بغيتي تكوني من لي فام دافير بلو تار، بغيتي ديري شي حاجه، بغيتي هذا كديريها كيجيك العقص وكديري من هنا دازو كتزيدي في حالاتك. يعني اشنو انتوما عيالات لا تتعدون حدود مصروف راجل كيفاش بغيتي تطيريه منه. انتوما عيالات متقوبين ديال الدراع، انتي امراه فاشله باغيه نهار ومطال وانتي كتخممي وكتفكري كيفاش غادي تصنعي الصاروخ اللي غادي تضربي به الراجل باش تنصبيه. توكو مستحيل تفوتي العقل ديالك باسكو تبرمج باسكو من نهار فقتي وعقتي وعرفتي الدنيا. امك تقول لك سيري سيري الله يشويني فيك، بنت خالتك خرجت جوج نوبات الكيليز جابتو ما نعاودش لك، ياك شتي اش دار ليها، ياك شتي داك النهار فاش مشينا عند عمتك اشنو لابسه، شتي ديك السرتله ياك شفتيها، نهار فاش دزت عند السايغي عزيز اللي كاين في ساحة الامراء شفتها عنده راه قريب 3 مليون. انت شنو انت ما درت، انت جلسي حدايا، انت نعسو لقاك نفيقو لقاك، ماما اش ناكل ماما واش نديرو. هذا هو شو فقط لا هك ولا هك. فاش نجي نفوت لكم هاد المواضيع هادو كي دار الله يفرط، حيت الناس سون با انتريسي، الناس اي سون انتريسي بار كومون شوبي ان بيجون فقط. فاش انا تجي تشوفيني ناجحه ورابحه وغاديه ومطوره من الذات ديالي وطالقها عليك كتسرح باسكو انا طالقها كتسرح، وكنجي وكنهضر لك على الراجل خدام انا على راسي باش نجيكم من الاخر. انا الحمد لله وما شاء الله تبارك الرحمن والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا انسانه خدامه. باش تفهميها شي نهار تدخلي انت هادي لراسك غادي تعرفي بلي كلامو غير ما كتشبهش بزاف العيالات. انا انسانه خدامه خدامه، عرفت شنو كنخدم؟ خدامه ماشي جالسه كنتفلى، كنخدم اي اون باراليل جي ما في بريفي اون باراليل. الافتخ ماشي هو الزواج، الزواج الراجل نفتخو يعطيني يتجوز، انتوما باغيين تفتخو اي حاجه، يا تفتخوه تجوج بكم، يا تفتخوه يصرف عليكم، يا تفتخوه يشري لكم. المهم كلمه الافتخ فتاخه هذه غادي هذه واحد الكلمه
اللي كتسمعها وانت صغيره، يا اما كتسمعها في بالفرنسي ك ta mère ou la ta tante ou la ta cousine. Bah profite ma chérie, profite, voyage si t'as invité pour aller à Miami, bah vas-y. C'est la même chose. غير انواع الفتيخ ما كيكونوش متوازنين، غير انواع الفتيخ انت لي ريش ماشي هما 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 انواع الفتيخ انت الحازقات، الحازقات ما عندهمش. بغا تشري لها دبليج من الساغه، بغا تيصيفطها يديها للجده وكري لها بارتمان، الطموح ديالها على قد كتافها. الفتيخ ديال الملايري سي با باغي. افون يتا بروبوزي دو فواياج الي كيسطا بوم 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 بوم. Et il t'a proposé d'aller à LA. Ma mère dit à LA. Ah non, mais ma chérie. Ah bon? Et il a fait quoi? Il t'a commandé le Hermès. Ah, j'applique les 20 cliffs l'Ukraine. C'est pas possible. Ah oui, j'applique les 20 cliffs. Eh, il y a le bracelet Hermès, le quartier. هيا كومون داليها جاب ليها باسكو هو عنده لاكسي و لاكس الاغميس وجاب ليها لو ساك اغميس. ها سي لا ميم شوز، غير الفتيخ تيكونو تيكون في الطبقات. فاش هاد الهندية تزوج بها هاد الهندي، باه لاباس عليه وباه لاباس عليها، فباها فتخ باه تفاتخو بعضياتهم وصلوا اموال طائله. يعني الحياه فتخات 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 فتخات، وحده كتفتخ الرونج، اخرى كتفتخ بوجو، والاخرى كتفتخ البنتلي، والاخرى كتفتخ الارميس، والاخرى كتفتخ الدو، والاخرى كتفتخ قهوه، والاخرى كتفتخ صف ميكونوس، وكل وحده والحياه هكا تفاتخ تفاتخ بيننا. فهمتي؟ يعني القضية غادي شي كيفتخ فشي، غير كل وحدة حنا كنشوفو لي غيش نوم إن نا با بيزون دارجون. بان نو ما شيغي تو تو ترومب، الحياة فتخات. لا غيش تا هي كتفتخ فينيس مي تو فاغيتي افيك لي بوخت مدام جيت راه غادي غير الحياة فتخات فتخات فتخات. فهمتو؟ غير هاديك الغيش دابا خدامه كتفتخ شي واحد شي فواياج مفرقع باوتيل اوكي غامل لي لاباس تفلي سي تادير كل حياه فتخت. غير كل وحده شنو كتفتخ؟ كاينه اللي كتفتخ كيما قلت لكم لو فواياج ديالها مسكينه في ميكونوس في لي زوطيل الواعرين في الساحل في طاطا وطاطا، وخدامه كتفتخ فيه باتو الفا با ال بي على صاحبها ولا على صغير. ياسمين صبري فاش تلاقات مع ابو هشيمه شنو دارت له؟ دردرات له السكر فوق كمارتو، ضربتها ليه فتخه فتخه بزواج زوجتك نفسي او زواج ما زوجتكش نفسي او عرفي او ما عرفيش او حقيقي او مزيف فتخاتو. غير هي نتوما كتشوفوها انها سيده ناجحه، سيده رائعه، سيده مع شنو، هي فتخات بالطريقه لانه عندها ستاتيو، عندها الباجاج باش تفتخ هذاك المستوى. وفاش كتجي شي بنيه مسكينه ما عندهاش وما فحالهاش وكتجي يومي يومي اكبر فتخه كتقولها لكم في وسط وجهها يومي، علاش ما كتهاجموش يومي مثلا فاش كتقول لك حبيبي اشتراني موت هي مقهوره وشرو من عندي الشعر باغي نشري الطياره وكيعجبكم الحال كتصفقوا لها. فاش كتجي مغربيه كتقول لك انا باغا ندبر على راسي اشنو كتهزوها بالقاء، علاش؟ هذا ليس عدلا. وفهمتي نتوما شنو؟ انت كتفتخي الراجل في زيت العود، في كوربات ديال الخضره، في سكيلو ديال اللحم، في فرايريج، في عشيه لداك شرا لك شي بيتزا في شي قنت. البنات مساكن جاونا وقسم بالله تا درويشات، وحق الله لا المغربيه الدرويشات ولا ربي سهل على شي مغربيه في وسط منا كنقفوا لها على سعده فوق راسها هكا بحال العقارب، بحال العقارب فوق راسها نبداو ناكلوا فيها. ها 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 حنا المغربيه مسكينه ما عندهاش الحق تضرب لك شي راجل هوتة وتفتخ لك شي فتخه مقاده وتجرو وتخليهم نقول لها بغزات فيه. نو كنرجعوا للور كنوليو نعطيو الحق البراني. دات لي ودارت لي وشتي بنت الحرام وشنو بغيتي دير ليه؟ شنو بغيتي دير ليه مثلا؟ شنو بغيتي دير ليه؟
شنو اللي بغيتي دير ليه؟ اشنو اللي بغيتي دير ليه؟ قولي لي علاش فاش كتشوفي بنت بلاد اخرى كتقولك انا مع فلان ولا مع درتلان وكتفرحي وكتقولي شوفيها بزاف هذيك لالا جورجينا ها هو مزوجش بيها، وكون حنا كون كان جورجينا بلاصتها مغربيه واش ديروا ليها مسكينه تولي تزيد في حالاتها وتخليه؟ علاش حنا ما كنبغيوش الخير بعضياتنا؟ حنا شي وحده تلاقات مع شي واحد تجي تردوها ما عرفت شنو اجي اجي نطيروه لا بات في تخو يا ويلي راه بات في تخو كاينه معاه على فلوس وعلاش غنكون معاه؟ يعني في مثالك كنتي في نظريتك كنتي علاش المراه غتكون معاه؟ هي مسكينه ما عندها ما تاكل ما تشرب ما مخريه على دين مال وقت، علاش غتكون معاه؟ علاش علاش الراجل فاش كيجي كيهز كيتلاقى مع شي بنت فقيره وكيكون راجل لاباس هادو كيتزوج بها علاش كنحسو انا فتخاتو؟ جو تيم جو فو كو جو فو كو دو بونور بوغ تو يا قلبي. ايه بابا مريض ما حنا المراه مسكينه المغربيه فاش كتبيت فتخ الراجل بقوت ما عطيتو صوره خايبه علينا كتقتل ما وكتمشي للجنازه كتمشي حتى للمقابر وتتسنى يدخلوا شي جنازه باش تمشي تبع ديك الجنازه وتجلس دير خقطه وتقول لك هي جايه تعزي شكون الله اعلم هي مرات الراجل اللي صاوب الباب المراه اللي ماتت في 2003 فاش جا صاوب لها عاود لها القفل فاش ولدها هرس عليها الباب كيدخل سكران وتتجلس وكتصور وهذا الشيء ما داتش ماتك وبنتك 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 وبنت حتى سبيطار الحمو وركبت لها السيرو وصورتها وقالت لها امي راه في الانعاش. حنا اوني اوبليجي اننا قتل والدينا ونديرو وهذا وتاتا 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 باش تقدر المغربيه يدو حيلتها كربه الخضره بوغ ما كربه الخضره شنو غيعطيك؟ والبنات فين وصلوا؟ هاللي يفتخوا الملاير هاللي يفتخوا البلاير هاللي يعطيوهم الرجال ما عرفتش شنو. حنا الراجل كتلاقي معاه مازال ما خسر عليك حتى ريال كيطيروه لك عندك راه الصحاره شوف راه بتبات ما تصبح عندك راه شنو يديروا لك وهو تقدر حذق منها كيمشي ولا عندك ما تقولش لي ما كتعرفهاش اجيك اكبر فتاخه اش فتخات هما فاش كنجيو نشوفو شو دار الضريبه القوام مازال ما عندهاش حتى ملك في سميتها واش فهمتو؟ كيجي واحد ما عندوش كيجي واحد ما عندوش هي اصلا باسكو كدير هكا كتلقى 40 عام باتي تقضي بيه وتجي تيجي صحابو تيقول لك ولا واش تي ورا عرفتي شنو في التاخ هذيك عندك رد بالك لا تمشي تكتب ليها هذيك البارطمان تاع 25 مليون اللي تابعك عليها امك وباك وخواتاتك اللي هما اربعه مازال ما مزوجين وداك اختك وحده اللي مزوجه والده واحد كبير ومطلقه من يا زمان ساكنه حتى هي مع باك وكلهم كيجيو لهذاك البارطمان اللي باسكو هما باقيين ساكنين في المدينه القديمه وفاش انت تتلقى مع شي وحده تيجيو 60 طاو صحابك في القهوه تيقول لك رد بالك من هنا تمشي تكتب لها الدار اللي هي الدار في الاساس ونخارة شتو علاش كنمشي كنخرج نخدم واش شفتو علاش كنخرج كنخدم واش شفتو علاش كنمشي كنخرج كنخدم وما قالونيش درتي داد الدوش ورجعتي جيال مشاكل صافي كتلقاي مع شي واحد انتي بوحدك اللي بغيتي والزمان ما بغاش او بغاتو لا مولا باه اللي ولدوه انتي بوحدك اللي رضيتي به وتيجي تمشيو عاد هو تيجي زوين ليهم تيمشيو تيحرشو عليك
هو راه ما كنبغى حتى واحد والله ما والله الا الا والدي حتى هما ما بغاوش. وكيجي شي واحد وكيحرشوا عليك. يلا انت فا كومبروند هاد الشعب هاد المغاربه هادو فاش يفرقوا عليك وتيمشي في حالاته وتبداو تيشوفوا فين تيقول لك خلاتك. هما راه تيديروا لي ما الي بي باش يمشي في حالاته باش يحرشوا عليك. فاش تيزيد في حالاته وحق الله ليا من الله الا كيمشيو عندو تيقولوا ليه خلاتك يا قلناها لك قسما يمينا بالله العلي العظيم الا هادو هما المغاربه. واتحدى شي وحده تقولي ماشي هما دول المغاربه. تيجيرو لي ما الي بي حتى كيخليوه يزيد في حالاته. تيقلب الراجل على المراه ستة تسعود فاش تيقلب عليها ستة تسعود تيجيو تيقولوا ليه يا قلناها لك قلنا لك يا بنت الحرام خلاتك يا واشتي خلاتك ايوا نوض قعد فينا ولعب. فينا ولعب فينا وفيهم فمن هذا هو الواقع. عاد باش خلي كنا كنقولها شتي فاش كنا كنهضروا معاك كانت ساحره لي بيت نعرف انا علاش كانت ساحره لك على الرومبات اللي مكتوبين في سميتو على العمارات اللي مكتوبين في سميتو. تنقول لك هو عنده يمكن بارطما الا كانت عنده بارطما ولا راس مالو شي مرسيدس ضارب ليها 9 سنين ديال الكريدي كيخلص 2500 درهم في الشهر. هي منين كيفيق هو كيمسح فيها وتيجي تيقول لك لا واه شي سحرات لا كانت بطل سقني اش تي هذيك كانت بطل سقني كانت بطل سقني واحد اللصقه وهو لابس لابس سليب اللي مو مخيطه مخيطه ليه ثلاثه النوبات قلت ما مشات عنده تدور ليه الماكينه في دارو حيت هو كاري زعما سوا ديزون شوي انديبوندون مام تتمشي مو تدير ليه الماكينه وتتلقى داك السليب مفرطق تتعاود تخيطو ليه وتيجي عند صحابو في القهوه تيقول لك حقه والواد راه لصقاتو عن اي لصقه يا اخي تلصقك مصيبه تضربك للسما لصقاتو ها التليفون سمع هاد الشيء ويتحير عليك قالت لك وحده نو 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 تي بزاجر يا خو ماما شغيل مازال ما شفتيش النصابه الرجل النصب اللي كينصبون النصب اللي كينصبوا الرجال ما كينصبوش العيالات. ردي بالك حبيبتي الراجل ينصب عليك يكون عنده الفلوس وينصب عليك. ما كنقول لكمش انا هادشي باسكو جي شي اكسبيريونس كبيره في الرجال نو انا كيصيفطوا لي البنات كيعاودوا لي لي زيستوار ديالهم راه يا ربي السلام. وحده جات قالت لي بلاتي وحده جات قالت لي جات قالت لي فينيز دون مو لو شوشو سي بون جولي جولي. وحده افونت هي جات قالت لي شي وانا 3 ايام هادي والله جات قالت لي سكينه قالت لي سكينه بغيت نتزوج به بالاخبار والديا. قلت لها ها ناري ها ناري ها ناري ها ناري قلت ليها يشوف واش ما ريبونس لي جوست ولي كوريكت ولا. قلت لي هاد الساكريفيس اللي بغيتي ديري باه يرجع ضدك. قالت لي علاش قلت لها ما كنتزوجوش بالراجل من ورا والدينا وما كنتزوجوش بالراجل ب ب ب مونج لا لابا ولا فيان لا كلش موجود هنا اتو قلت لها ما كنتزوجوش بالراجل من ورا والدينا باسكو والدي قالت لك والدينا ما غاديش
قلت لها اول واحد غادي يعايرك بها هو هو. نعرف اش غادي تخاصمي، نقول لك سيري والديك ما لقاوش فيك الخير، تجوشي بيا من خبر والديك، بلا خبر والديك. سي اول واحد، ماشي زعما الملقى مع والديك غادي يسمحوا لك، غتبكي عليهم والديك يديك منك واخا تكون مجدامه، مي اول واحد غيبهدل بك هو الراجل. سيري كون كنتي بحال لاليات كنت سنيتي والديك تيقبلو، كون جبت لك الدهاز وداكشي ديالك من باب الدار. سيري يا المدلوله، سيري يا الفعله يا التركم. ما كنتزوجش بالراجل بلا خبر والدينا، حيت ما لقيناش والدينا في الزباله، ولو تكوني ارخص من الرخاص، ولكن هذاك الراجل يهزك ما عرفت منين، اللي ما يجي من باب دار من داركم، من 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 باب الدار. وعلاه كنتزوجوش بالراجل بلا خبر والدينا؟ كنتزوجو بالراجل بخبر والدينا وكنديرو قواعدنا. لي ما بني على باطل فهو باطل، وهادشي باطل. ما بني على الفارغ فهو فارغ، ما بني على خاوي فهو كيبقى خاوي. هاديك اللي كتزوج وكيجيب ليها وكيجيب دارها ويجيب احسن منها، قولي لي هاديك اللي كتزوج احسن منك، علاش؟ اللي ما يبغيش، اللي ما يبغوش ليا والديا ما نبغيش، ما شاوروني جابوني للدنيا. نو اغلاط، اغلاط اللي كنقدروا ندفعوا ثمن حياتنا كاملين كامله. On continue le sujet de la business ou là ça vous intéresse pas? Ça y est, ça m'intéresse plus de parler. Bisous. Je vous aime. Je vous y retiens. سكينة كنموت على واحد الولد، ايوا حتى المهم هو في المستوى وبزاف، ولكن انا باغا ندوز معاه وقيته ونمشي وهو باغي المعقول. كيفاش هو في المستوى؟ علاش عطيتيه مستوى اكثر من مستواك؟ ما فياش والله. Prendre comme on prend soin de soi et penser à nous-mêmes. J'ai refait mon deuxième café pour se concentrer avec toi, ma chérie. عيد وعيد عيد 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 بركة، حتى لدوما ولا سوسواغ موضوع مفيد. عيد بركة.
وليت بحال البطه والله ما كذبتي. شحال من واحد قال لك يلا نهضر لكم عليه سخفت دون ما بوا خطب يفو لينيرجي اون مونج كو بلا كيما ما ديك تاع على بيسي الناس بقى نو تشاولي سخفت والله تا سخفت نتوما كتسحبكم هاد لا ميرسي ما شاء الله بسم الله سكينة كانت بغات تنوض مساعدة طيب طيب ليها قهوة وبقات فيها ودارت بالنقص وعندي اللي كتقول انا ما كنعيبش على الرجال كاملين نو 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 ما كنعيبش على كاينين الرجال اللي باغيين دابا شوفوا غنقول لكم علاش انا كنقول لكم وقت الزعل وقت الغضه وقت ما يفوتش علي غادي نتمرمد شهر غنتمرمد شهرين ما يمكنش تجي شي وحده تقول لي 3 زون 4 زون مازال ما نسيتوش ولا شي وحده تجي تقول لي 3 موا عندي وانا كنتسنى يرجع ها اللي غيرجع لي ما جاش في شهر ما غايجيش في عام ما كاين لا 3 زون لا 4 زون لا ساي الي بارتي الي بارتي ولي فيلا لي ما جا لي ما جاش في شهر طلعي سروالك مزيان ديري السمطة وعقديها مزيان البسي القاط وخرجي الى التجنيد هرر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 
بلاتي البنات ما بقاش كيطلعوا لي، انا نهبط هاد اللايف ونطلع لايف اخر باش نهضروا فيه على البزنس.